مكفي، أحمد ثاني وجرب الركوب المكفي. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يصور بيت جواب آدم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. نعم. والراسخون في العلم يقولون آمنا بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناكم فيها في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال يا
ينزل الملائكة